طيب ونروح لأخبار النادي الأهلي. إسلام محارب لاعب وسط النادي الأهلي رافض يلعب في مركز الديفندر، وعشان كده هو حاليا أقرب واحد للرحيل عن النادي الأهلي في نهاية الموسم، وده لأن الجهاز الفني مش شايف أنه يقدر يستفيد منه غير في المركز ده، وده رغم أن بعض أعضاء الجهاز الفني معجبين بإمكانيات اللاعب وعايزينه يستمر، لكن في النهاية الرأي الأخير لمارتن لاسارتي المدير الفني لنادي الأهلي.